السلام عليكم، ازيكم؟ الفيديو ده رساله شديده اللهجه لاداره اليوتيوب. انا مسؤول عن كل كلمه هقولها داخل الفيديو ده ومترتب عليها اي حاجه. انا مستعد ان قناتي تتقفل في داهيه، مش مهم، تمام؟ يعني من ترك شيئا لله عوضه خير منه. انا ما عنديش اي مشكله ان قناتي دي كلها اللي انا تعبت عليها سنين تتقفل بسبب تافه زي ده، بس انا مش هقبل حاجه زي كده تحصل عندي في القناه. كل شهر كان بيجي لي رساله متعلقه باللي هو الخاص ب يعني النشر الاخباريه بتاعت منشئ المحتوى، يقول لي انت كم يعني كم مشترك جالك، يعني اجمالي عدد المشاهدات، اجمالي عدد المشتركين والدقايق والكلام ده كله. جميل. كان كل شهر بيجي لي بتصميم عادي، المره دي جالي بالتصميم ده زي ما انتم شايفين، اللي هو التصميم بتاع قوس قزح وال يعني والحاجات بتاعت الشواذ دي. اتمنى من اداره اليوتيوب لو عندهم ذره كرامه، يعني اذا كان في الوطن العربي او غيره، وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها ومتحمل كل كلمه بقولها. لو انتم حابين تجاملوا النوع دول، يعني النوع ده من الناس، جاملوهم على حسابكم بعد اذنكم، تمام؟ ما تخلوش انا اللوجو بتاع قناتي افتراضا او صورتي، يعني صورتي الشخصيه اللي على قناتي الاخرى، تمام، يكون عليها الخلفيه دي، ويعني والظاهر ان انا بدعم الناس دي. انا ما بدعمهمش، اولا لاسباب دينيه، ثانيا لاسباب اخلاقيه. فبالتالي انتم حابين ان انتم تجاملوهم، جاملوهم على حسابكم انتم بعد اذنكم. القنوات الخاصه بالمشتركين اللي زي انا، او القنوات الخاصه ب يعني اصحاب القنوات اللي زي انا كده اللي هم الناس العرب، اتمنى بعد اذنكم التصميم القذر ده ما ينزلش تاني على القناه وما يتبعتليش تاني ولا اي قناه عربيه، تمام؟ انا لو عليا اعمل حمله مقاطعه، ان شاء الله انا لوحدي اللي اشارك فيها، ان شاء الله انا لوحدي اللي اشارك فيها، بس القذاره دي كلها ما يكونش عندي انا، يعني على صوره قناتي واسم قناتي محطوط على الالوان القذره دي، تمام؟ اتمنى ان انتوا تحترموا زي ما انتوا بتحترموا النوع دول من الناس، احترمونا احنا كمان، تمام؟ يعني زي ما انت بتحترم النوع ده، او كاداره يوتيوب بتحترم النوع ده من الناس، احترمونا انا كمان، احترموا المسلمين اللي هم مش قابلين النوع ده من الشيء، تمام؟ يعني انا عمري ما شفت مثلا افتراضا اللي هو كان اليوتيوب بتحتفل برمضان ولا حاجه، تمام؟ ولا بقى مثلا يعني بعتوا لي فانوس على الايميل ولا شيء، تمام؟ افتراضا يعني، وانا مش عايز ده، واحنا مش عايزين ده، احنا مش عايزين مثلا غير المسلمين ان انت تبعت لهم حاجه، في نفس الوقت برضه مش عايز ان انت تبعت لي القذاره دي انا كمسلم اشوفها. ويكون محطوط عليها صورة قناتي أو صورتي أنا شخصية. أتمنى يعني من إدارة اليوتيوب لو عندها ذرة كرامة إنها تمنع إنها تبعت النوع ده من الرسائل تاني، النوع ده من التصميم تاني. تمام؟ أنا صراحة اتفاجئت أول ما شفت القذارة دي. وأنا كنت لازم أتكلم. أنا عارف إن أنا ممكن الكلام ده يقفل لي قناتي، أنا والله العظيم عندي استعداد إن أنا أقفل 100 قناة. تمام؟ لأن حرام، أنا كده بالنسبة لي ده، أنا لو ما كنتش أتكلم دلوقتي أنا هتحاسب قدام ربنا. هيقول لي انت ليه ما يعني ما طلعتش اتكلمت يعني وعرضت وانت عندك منصه تتكلم عنها، وانا عندي استعداد اعمل حمله مقاطعه ليا انا لوحدي ولكافه القنوات العربيه بسبب القذاره دي. انتوا حابين ان انتوا تجاملوا الناس دي، جاملوهم على قناتكم انتوا، يعني جاملوا الناس دي على حساباتكم انتوا، انما حسابي انا الشخصي، قناتي انا الشخصيه، لا، مش عشان انا مثلا يعني عامل قناه على منصتكم تقوموا انتوا تعمموا بقى، انتوا حابين يعني تدعموا حد تقوموا معممين بقى، لا لا، المنصه بتاعتك دي فيها فئات كتيرة جدا، في اللي موافق مع الكلام ده وفي اللي مش موافق. فبالتالي أنا من النوع اللي مش موافق، فبالتالي أرجوكم يعني أرجوكم كإدارة يوتيوب تمنعوا القذارة دي إنها تيجي تاني على قناتي وعلى أي قناة عربية، لأن مفيش أي حد تاني هيكون قابل إن القذارة دي تيجي تاني على قناته. تمام؟ أتمنى إن الرسالة وصلت.